هذا الجهاز ما هو معطينا إشارة شحن، مع العلم إنه هو راكب. هذا هو السلك، تمام، ومتصل في رقم 4، ومعطينا سحب 70 أمبير. هذا معطينا سحب 60 أمبير، والجهاز ما هو معطي إشارة. طيب الآن نفصل ونركب، أعطانا إشارة والسحب 60 70. طيب هذا الجهاز لو دخلنا الجهاز في السليب مود، تمام، الجهاز ينزل معانا للـ20. تمام، إذا شغلنا الجهاز بهذا الشكل، ها، إذا شغلنا الجهاز يسحب 60 ملي أمبير، إذا دخل في السليب مود ينزل للـ20. تمام، الآن راح أشبك على الثري تولز ونشوف بياناته هل هي ظاهرة أو لا. هنفتح الثري تولز، أول شيء نشبك الجهاز نشوفه شحن، هنروح على الثري تولز نشوف نسبة البطارية نو داتا، نسبة البطارية نو داتا. لو جينا نضغط على الكونكتر، نرجع نعيد، نضغط شوي على الكونكتر، نفصل، نركب، الجهاز يفصل ويوصل، يفصل ويوصل. نحنا بس نطلع الكاميرا معنا. كاميرا رقم كم؟ إلى ديفايس. طيب راح اركب راح اركب صاجة الجهاز، تمام، وارجع اشغل واشوف هل حيقرأ البيانات او لا. لانه هو الجهاز يرست وما في بيانات بطارية، غالبا حيكون مسار الـ SWI. الآن ركبنا الصاجة، تمام، نشغل الجهاز، الجهاز في مشكلة في مدخل الشحن. تمام، نو داتا. طيب ما دام انه في مشكلة في مدخل الشحن، خلونا مبدئيا نفصل ونركب فلاتة شحن خارجية ونجرب. طبعا البطارية انا مغير بطارية ونفس المشكلة، المشكلة ما زالت موجودة.
بس نجيب فلاتة 6+ ان شاء الله يطلع فيه. حتى إذا كانت البطارية شاكك في أمرها، في الكيبل الميجا ايديا هذا يعطيك نسبة البطارية في الجهاز بدون بطارية، بس تركب على الباور سبلاي. هم مجهزين وفي مكونات ومقاومات، بس توصل على الجهاز يعطيك نسبة البطارية. تمام، نركب. تمام، نوصل للجهاز. وصل. تمام، نشغل. هنشبك الجهاز في الكمبيوتر. ما زال الديتيلز تبع البطارية نو داتا. حنفتح ونفحص ونشوف المسار الاس دبليو اي ولا التجريس ولا التريستار مع بعض ان شاء الله.
تمام، اللي فحصناه الآن مع بعض الطرف السالب الأسود، تمام، نفحص فيه كأنه نفحص ممانعة. لازم نحصل على هاي النقاط كلها ممانعة، تمام، نحصل على هالأرجل كلها ممانعة. وإذا عكسنا الأقطاب وجينا نفحص في الأحمر هنشوف نفسها لازم يعطينا OL. الآن معطينا كلها ممانعة، فحنتوجه للتريستار، ونظرا لأنه في شغل سابق على التريستار وفي حوسة على التريستار مشتغلين، فنرفع التريستار ونفحص الممانعات ونتأكد إنها سليمة. يعني على التريستار مشتغلين وعلى الذاكرة، شوف في كرة قصدير. المكونات كلها طائرة. نرفع الترستار ونشوف.
نفتح بس ال زد اكس دبليو. هو جميع المكونات اللي طايرة ما شاء الله كلها أرضي. 6+، عفوا هذا 6، آسف آسف. نفتح 6+، جميع المكونات اللي طايرة هي مكونات توازي، إنها ترجع أفضل لكن كلها طايرة. طيب هنفحص ممانعات يا ريس. خلونا نشوف ممانعات سليمة. أرضي مظبوط، هائل. 600 أرضي، 700 مظبوط مظبوط. مظبوط مظبوط مظبوط، هائل مظبوط صح 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 أوائل أوائل 300 صح 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 والله اللي عامل الجمبر جمبر جبار صراحة. طيب الممانعات سليمة، نركب تريستار ثاني ونرجع نجرب. هذا اي سي شحن نركبه. الاتجاه حيكون يمين، نحط شوية ولاكس. هذا الشكل، نخفي هذا.
OL. تمام. نحط العكس. ومعناها تمام. OL. ماني فاكر، هاي لازم تكون OL. لا، لازم يكون في ممانعة. والثانية لازم ممانعة، النقطتين هذول هذا لازم ممانعة. أوائل هذا في ممانعة. أيوة آسف، هذا وين رايح؟ تلستار. وهذا وين رايح؟ تلستار. يعني احتمال التلستار ما هو نازل صح.
وانا 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 ايوه تمام. نرجع نشوف الطرف الثاني. تمام. حلو انت حلو. خلاص الآن نجرب نركب الجهاز في مكانه. شوف كيف حاطين ستيكر وحاطين وراق، لا حول ولا قوة إلا بالله. شغل شغل، فن فن. شغل طيب هنفصل مدخل الشحن الزفت، نطلع الجهاز من مكانه كامل. نركب مدخل خارجي. نعم، ونركب بطارية كمان خارجية. تمام، ونشغل الجهاز عن طريق مدخل الشحن. حتى سحب الأمبير اختلف معنا.
نشوف هذا السلك. تمام، هذا رقم 6. السحب صار 1.80، يعني السحب اتغير. طبعا هذا اللي كنا شغالين عليه رايح لغير مكان، رايح لغير جهاز، ما علينا منه. نحن آخر واحد يسحب 1.80. هذا هو الجهاز، فتح. هنفصل المدخل اللي راكب، ونركب مدخل الكمبيوتر، نشوف نسبة البيانات. نسبة البيانات ظهرت معنا. الآن الجهاز صار يسحب، صار يشحن مظبوط. تحياتي للجميع، أخوكم وسيم. أعيد مثل ما شفنا باختصار، آيفون 6 بلس كان يشحن والشاشة شغالة، وعند إدخال الجهاز في السليب مود ينخفض السحب لغاية 20، وهو جهاز 6 بلس لازم يسحب فوق 1 أمبير. شفنا في عمل سابق على التيرستار، وفي جمبر على التيرستار، وطريقة الفحص على التيست بوينت. غيرنا أول تيرستار وكان في لسه أرجل ما هي راكبة، هزينا الآي سي ركب في مكانه مظبوط، الجهاز مع ديرست، والجهاز نسبة البطارية ظهرت مظبوطة، والسحب صار تجاوز 1 أمبير. باختصار تحياتي للجميع، أخوكم وسيم، السلام عليكم ورحمة الله. تعال، وعلى فكرة الجهاز احنا اشتغلنا في مكان، هنفتح بس الكاميرا. احنا اشتغلنا في التريستار، خلف التريستار موجود البيس باند، والحمد لله الجهاز ما فقد شبكة، والإيمي موجود مثل ما احنا شايفين على الثريو تولز. تحياتي للجميع، أخوكم وسيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.